علي. قاعدة في الخاص تقول الشيخ أنا الأغاني أحبها عجزت يا شيخ. حتى أحيانا يعني أصير أرددها كذا لا شعوريا. سبحان الله العظيم، يا هذا القلب اللي تصب فيه يشربه، اللي تصب في قلبك يشربه قلبك خلاص. لكن إيش الحل؟ هي مأنبها ضميرها يعني مضايقة هالشيء. ترى هذا شيء طيب إن الواحد مو عاجبه وضعه ويبي الحل ويبغى يغير الحل. قل جاء الحق وزهق الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. القرآن، أكثر سماع القرآن. اللي عنده مثل المشكلة هذه يكثر من سماع القرآن وتلاوته، خلاص يبطل الباطل، يخرج هذا الباطل من قلبك بإذن الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. عليك بالقرآن بشيء بخير. أنا يوم يقول القلب يصب فيه الأغاني أو يصب فيه هذه يشربها شربي، يصب فيه مع الجوارح، مع العينين، مع الفم أو مع الأذنين، مع الفم أو مع الأذنين يصب فيها. وشربوا في قلوبهم العجل، هم ما شربوا حب العجل، لكنه من كثر حبهم كأنه صار شربوه شرب. فلذلك القلب يشرب ويتعبى بالحب والهوى. وإذا امتص القلب مثل هذه مثل الإسفنجة، متى يبدأ يخرج ما في القلب؟ عند لحظة الموت وعند سكرات الموت، عندما يعني يقبض الملك الموت ويأتي عند القلب، أنه يقبض من بداية القدمين يسحبها سحب. ثم اللي يعصر القلب، يعصر القلب ويخرج ما فيه، فيتوقف القلب. زين، فاللي موجود اللي آخر شيء اللي كان في القلب المتعبي يخرج. يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الدنيا والآخرة. الله يجعلها على لا إله إلا الله. شفنا وعرفنا ناس وقت وهو يحتضر كان يقرأ قرآن أو يسبح ويهلل، والأمثلة كثير، والأمثلة كثير. وشفنا على النقيض من مات وهو يغني، وكذلك شفتوا أنتم. فمن عاش على شيء مات عليه كما في الأثر. أسأل الله يحسن لي ولكم الختام يا رب العالمين، ويجعلها على آخر ويجعل آخر كلام على لا إله إلا الله. فما كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.